سنجل جديد بعنوان ينعاد عليك قامت بطرحها شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وهالأغنية منفردة عن ألبومها الأخير مني إلك وتعتبر كبونس تراك. من جهة تانية وبخطوة لافتة قام أحد معجبي نجوى كرم بالقفز بالباراشوت عن ارتفاع 700 متر فوق البحر، وبإيده أكثر من 3000 صورة لغلاف ألبوم نجوى الجديد مني إلك، وأطلقن فوق عدد من المناطق تعبيرا منه لمحبته إلها وترويجا لها العمل. جو يا ريتك تسمعني يا جو، أنا شايفتك كيف بدي خليك تشوفني كيف 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 يا جو.